السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه جونيور 2؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا. معكم أستاذة مروة أمين تحت إشراف أستاذة أميمة عبد الحكيم. تعالوا مع بعض نشوف هنتكلم عن ايه النهاردة. هنتكلم النهاردة عن المحفوظات. يعني ايه محفوظات؟ المحفوظات يعني حاجة بنحفظها غير الدرس. الدرس ان احنا بنفهمه وبنحل عليه أسئلة، لكن النص أو النشيد أو المحفوظات ده إن أنا بحفظ النشيد وبرضو بفهمه طبعا، بس بيبقى حفظ وبيبقى كمان غير الدرس. النص بيبقى فيه وزن وفيه قافية. برضو هتقولوا لي يعني إيه وزنه يعني إيه قافية؟ لو إحنا دلوقتي قرينا النشيد ده هتلاقوا إن فيه كلمات كده كلها زي بعضها، يعني عندي كلمة نبيل، أصيل، جميل، ولما هنقرأ دلوقتي النشيد مع بعض كلنا هتعرفوا يعني ايه القافية والوزن. تمام كده؟ طيب زي ما انتوا برضو شايفين كده ان العنوان بتاع النشيد اسمه صديقي، يعني بيتكلم عن الصديق. تمام؟ تعال نشوف هنا ونقرأ مع بعض النشيد عشان نشرح. العنوان صديقي. صديقي ذكي، صديقي نبيل، كريم محب لطيف أصيل، وينشد شعرا بصوت جميل. نكرر مع بعض تاني عشان نحفظ. صديقي ذكي، صديقي نبيل، كريم محب لطيف أصيل، وينشد شعرا بصوت جميل. يعني ايه الكلام ده بقى؟ تعالوا نشوف يعني ايه. بيقول لي هنا صديقي اللي هو صاحبي، ذكي. ذكي هنا بمعنى ان الصديق ده اسمه ذكي؟ لا، ده هنا بيوصف الصديق بيقول ان هو ذكي. ذكي يعني ايه؟ ذكي معناها سريع الفهم. كلمة ذكي هنا معناها سريع الفهم. هتقولي لي طب يا ميس انا عندي حد قريبي اسمه ذكي. هو فعلا في حد اسمه ذكي. يبقى كلمة ذكي دي ممكن بتيجي معاني متعددة. يعني ايه معاني متعددة؟ يعني بيجيب لي جملتين فيهم نفس الكلمة بس المعنى بيبقى مختلف. يعني مثلا لما اقول ذكي عامل مثالي مثلا، يبقى هنا كده ذكي ده هو اسم العامل المثالي، اسمه كده. لكن لما اقول انت تلميذ ذكي، او اما اقول صديقي ذكي، معنى كده ان كلمة ذكي دي هي الصفة. يبقى كلمة ذكي معناها سريع الفهم. ذكي سريع الفهم يعني بيفهم بسرعة. تمام؟ يبقى الشطر الاول اللي هو صديقي ذكي، صديقي اللي هو صاحبي سريع الفهم. طب تعالوا نشوف الشطر التاني بيقول لي ايه. بيقول لي صديقي نبيل. صديقي برضو صاحبي، نبيل برضو مش ده اسمه نبيل. كلمة نبيل برضو معاني متعددة. يعني ايه معاني متعددة؟ يعني ممكن يجيب لي جملتين فيهم نفس الكلمة بس برضو المعنيين مختلفين. يعني هنا صديقي نبيل هو بيوصف صديقه بان هو نبيل. نبيل يعني ايه؟ نبيل معناها صاحب خلق. صاحب خلق يعني عنده اخلاق. تمام؟ يبقى هنا الشاعر هنا اللي بيتكلم عن النشيد بيقول صديقي ذكي، صديقي نبيل، يعني صاحبي سريع الفهم وصاحبي كمان صاحب خلق. تمام؟ ده البيت الأول. احنا برضو عايزين نعرف ان النشيد بيبقى عبارة عن أبيات، وكل بيت بيبقى فيه شطرين، شطر على اليمين وشطر على الشمال. تمام؟ احنا كده أخدنا البيت الأول وشرحناه. تعالى ندخل على البيت الثاني. بيقول لي هنا كريم محب. برضو كلمة كريم برضو معاني متعددة. برضو كريم ده ممكن يكون اسم إنسان، لكن هنا عندي أنا مش اسم إنسان، هنا عندي هنا كلمة كريم دي صفة. كريم معناها إيه؟ كريم معناها كثير العطاء، يعني معطاء، يعني سخي، يعني ان هو يعني مثلا انت صاحبتك مثلا في الكلاس بتبقى مثلا كريمه معاكي، بتديكي مثلا بنسل معاكي، بتديكي اي حاجه، يبقى هي من صفاتها ان هي كريمه. يبقى كلمه كريم هنا معناها كثير العطاء. محب يعني محبوب. كريم محب كمان كلمه محب يعني محبوب. تمام؟ كريم محب لطيف اصيل. تمام؟ لطيف معناها رقيق. تمام؟ طيب ندخل على البيت الثالث. وينشد شعرا بصوت جميل. ما معنى كلمة ينشد؟ ينشد معناها يغني. ينشد معناها يغني. ينشد ايه؟ ينشد شعرا. الشعر ده اللي هو بيبقى زي قصيدة كده بتتقال. كمان بيقول لي كانوا بينشد الشعر بصوت جميل، يعني كان صوته رائع. جميل يعني رائع. وبرضو كلمة جميلة على فكرة برضو ممكن تيجي معاني متعددة.
يعني ممكن حد يقول لي ان كلمه جميل ده اسم انسان، ايوه فعلا كلمه جميل ده اسم انسان، وبرده ممكن تيجي صفه، يعني صوت جميل هنا جميل معناها رائع، بيقول لي بينشد شعرا بصوت جميل، يعني بيوصف لي صوته بان هو صوته رائع. تمام كده؟ طيب نقول مع بعض النشيد مره كمان عشان نحفظ، انا عايزاكم تحفظوا النشيد معايا. صديقي ذكي، صديقي نبيل، كريم محب لطيف أصيل، وينشد شعرا بصوت جميل. تمام. طب تعالى كده نستخرج مع بعض، كده نفتكر مع بعض. لما يقول لي استخرج ياء ملكية، ياء ملكية، طيب مين هنا يقول لي ياء الملكية موجودة في أنه كلمة؟ كلمة صديقي، كلمة صديقي. طيب حلو جدا. في حد تاني ممكن يقول لي كلمه ذكي تنفع تبقى ياء ملكيه؟ هو ينفع اي ياء ملكيه في اخر الكلمه تبقى ياء ملكيه؟ طبعا ما ينفعش، لا انا لازم افرق بين الكلمه اللي اخرها ياء ديت هي ياء ملكيه ولا ياء اساسيه في الكلمه ما ينفعش اشيلها. عارفين نعمل حاجه بسيطه جدا، حاجه سهله خالص. هنعمل ايه؟ هنشيل الياء من الكلمه. يعني مثلا صديقي، شيل الياء من الكلمه هتبقى كلمه ايه؟ صديق. يعني كده الياء دي زيادة على الكلمة، يبقى هي دي ياء الملكية. لكن كلمة ذكي لو كنت شلت الياء من الكلمة هتبقى ايه؟ هتبقى كلمة ملهاش معنى، في حاجة اسمها ذكي؟ لا. يبقى هنا الياء دي أساسية في الكلمة، ما ينفعش ان انا اشيلها، يبقى دي مش ياء ملكية. خلي بالنا واحنا بنستخرج عشان ما نتلخبطش. يبقى اول حاجة احنا استخرجنا كلمة صديقي ياء ملكية، وعرفنا الفرق بين الياء الملكية والياء الأساسية اللي في الكلمة اللي ما ينفعش تتشال. طيب عايز حد كمان هنا يقول لي يستخرج لي تنوين. انا عايزه تنوين بالفتح، كلمه شعرا، كلمه شعرا. وخلي بالي واحنا بنكتب النشيد ما ينفعش كلمه شعرا احط لها نون في اخر الكلمه، لا التنوين ده هو نون كدابه، ما ينفعش ان انا اكتب، احنا بكتبها بنطقها نون لكن ما ينفعش اكتبها نون. تمام كده؟ طيب انا عايزه استخرج تنوين بالكسر. انا عندي هنا بصوتن، بصوتن، ينفع التن ديت برضو اكتبها تاء ونون؟ لا ادي نون برضو كدابه. طب يا ميس انا عايزه اعرف وانا بتملى دلوقتي الكلمه ديت هي اخرها نون اساسيه ولا تنوين؟ ازاي افرق وانا بتملى الميس بتمليني كلمه او ماما بتمليني كلمه؟ انا عايزه اعرف الكلمه اللي اخرها نون دي اللي الميس قالتها لي ديت، انا عايزه اعرف هي نون اكتبها نون اساسيه ولا اكتب بالنون الكدابه اللي هي التنوين؟ برضو نفس الكلام، هشيل النون من الكلمه، يعني كلمه شعرا، شيل الان اللي انا قلتها دي هتبقى كلمه شعر، يعني النون دي نون زياده عليها، يبقى هو ده التنوين. تمام؟ طيب مثلا لو قلت لك كلمه بس مثلا ايمن، شيل النون كده هتبقى ايه؟ كلمه مش سليمه، يبقى ايم، يبقى لا دي لازم النون دي تتكتب، يبقى دون دي نون اساسيه في الكلمه ما ينفعش اشيلها. يبقى ده الفرق بين النون الاساسيه والتنوين. يبقى احنا كده عرفنا حاجتين، الفرق بين الياء الملكيه والياء الاساسيه اللي في الكلمه، وكمان التنوين والنون برضو الاساسيه اللي في الكلمه اللي ما ينفعش تتشال. تمام كده حبايبي؟ طيب تعالى برضو نشوف مع بعض كده المفردات الموجوده في الدرس والاسئله والقرائيه، وزي ما احنا متعودين في كل درس بنعمل كده. يلا تعالوا مع بعض نشوف بقى المفردات اللغوية. أول حاجة جدول المرادف، وإحنا عرفنا قبل كده إن المرادف يعني المعنى، المرادف يعني المعنى. تمام، زي ما شرحنا وقلنا إن كلمة صديقي معناها صاحبي، صديقي صاحبي. طيب ما مرادف ذكي؟ سريع الفهم، ذكي سريع الفهم. نبيل معناها صاحب خلق، نبيل صاحب خلق. تمام. طب ما مرادف كلمة ينشد؟ لما قلنا ينشد شعرا بصوت جميل، ما معنى ينشد؟ معناها يغني، ينشد معناها يغني. طيب جميل، صوت جميل يعني صوت رائع، جميل يعني رائع. تمام. ما مرادف كريم؟ زي ما قلنا سخي، ممكن معطاء، ممكن أقول كثير العطاء، كله ده ينفع مفيش مشكلة. تمام. يلا بينا نشوف الجدول اللي بعده معانا، هو جدول المضاد. المضاد قلنا قبل كده يعني العكس، المضاد يعني العكس. طيب ما مضاد
صديقي، احنا عارفين ان صديقي يعني صاحبي. طب مضادها ايه؟ عدوي مضاد صديقي، عدوي صديقي مضادها عدوي. تمام. طيب ما مضاد ذكي؟ احنا عرفنا ان ذكي معناها سريع الفهم، يعني بيفهم بسرعة. لكن مضادها ايه؟ غبي. مضاد ذكي غبي. تمام. مضاد كلمة كريم، كريم عكسها بخيل، كريم عكسها بخيل. تمام. وكلمة جميل عكسها قبيح، عكس كلمة جميل قبيح. تمام. طيب في عندي كمان جدول الجمع، وعرفنا قبل كده ان الجمع ده هو اكثر من اثنين او اثنتين. طيب كلمة صديق، هو صديق واحد بس. طب لو هما مجموعة هقول عليهم ايه؟ جمع صديق اصدقاء، جمع صديق اصدقاء. طيب جمع كلمة شعر، الشعار، جمع شعر الشعار. وخلي بالي برضو من التشكيل بتاع كلمة شعر، عشان ممكن كلمة تانية تبقى هي شعر، عشان موجودة عندك في البوكلت كلمة برضو شعر، برضو الشين عليها فتح، لكن شعر الشين تحتها كسر، خلي بالك. جمع شعر أشعار. جمع صوت أصوات، جمع صوت أصوات. تمام. تعالوا نشوف مع بعض الأسئلة، تعالوا نتعرف مع بعض النهاردة على الأسئلة المتعلقة بالنشيد. ما عنوان النشيد؟ ها، نشيد صديقي، نشيد صديقي. طيب السؤال اللي بعده يقول لي اذكر صفات الصديق كما ذكرت في النشيد. عايزين نكتب كل الصفات اللي احنا قلناها في النشيد، احنا قلنا صفات كتير جدا، تعال نشوفها مع بعض. صديقي ذكي ونبيل وكريم ومحب ولطيف واصيل، كل الصفات دي موجودة عندي في النشيد. تمام. طيب السؤال اللي بعده، ماذا ينشد الصديق؟ كان بينشد ايه الصديق؟ مين يفتكر؟ ينشد شعرا، ينشد شعرا. تمام. النهاردة القرائية هناخد فيها ايه؟ اول حاجة في القرائية هناخدها النهاردة هي شبكة المفردات، شبكة المفردات. طيب تعالى نشوف مع بعض كلمة صديقي ازاي هنعملها شبكة مفردات. صديقي انا ممكن اقول ذكي زي ما خدنا في النشيد، ممكن اقول كريم، ايه كمان؟ ممكن اقول نبيل، كمان ممكن اقول اصيل. يعني هكتب الصفات اللي كانت موجودة عندي في النشيد. يبقى كلمة صديقي لو عايزة اعملها شبكة مفردات انا هكتب كل الصفات اللي خدناها في النشيد، اللي هي ذكي وكريم واصيل ونبيل، وفي كمان صفات تانية لو عايز تكتبها كمان تكتبها، مفيش مشكلة. تمام. تعالوا نشوف اللي بعد. حاجة في القرائية عندي هي خريطة الكلمة، خريطة الكلمة. وزي ما احنا عارفين ان خريطة الكلمة بنبقى عايزين اربع حاجات عايزين نعرفها عن الكلمة اللي موجودة عندي، هي المرادف والمضاد وجملة، يعني الكلمة اللي عندي هحطها في جملة، وكمان النوع، يعني عايزة اعرف اذا كانت الكلمة دي هي اسم ولا فعل. تمام. طيب كلمة كريم، احنا واحنا خدنا في النشيد وشرحناه وخدنا جدول اللغويات، عرفنا ان كلمة كريم معناها مين يفتكر؟ كثير العطاء او سخي او معطاء، يعني اي معنى من دول صح. يبقى كلمة كريم مرادفها كثير العطاء، مرادف كريم كثير العطاء. طب مضادها ايه؟ بخيل. مضاد كريم بخيل. طيب كلمة كريم انا عايزة اضعها في جملة، اي جملة ممكن تتكتب مفيش مشكلة، بس تديني معنى وتديني جملة مفهومة. طيب كلمة كريم ممكن اقول هذا صديق كريم، هذا صديق كريم. تمام. طيب كلمة كريم عايزة اعرف النوع بتاعها، هو اسم ولا فعل؟ عشان اعرف الكلمة اللي عندي هي اسم ولا فعل انا بجرب احط لها الف ولام. طب تعالى نجرب كده ونشوف. الكريم، الكلمة سليمة، يبقى كلمة كريم دي هنا ايه؟ اسم. كلمة كريم اسم. تعالى نشوف بعد كده. بعد كده هناخد كلمات على نفس الوزن، وزي ما عرفنا وقلت لكم في النشيد ان في حاجة اسمها وزن وقافية، يعني تبقى الكلمات شبه بعضها، يعني بتبقى نفس الحروف، مش نفس الحروف، نفس عدد الحروف
وكمان نفس التشكيل. طب تعالوا نشوف اول كلمه كده، كلمه صديقي، ها ممكن ايه كمان على وزن صديقي؟ ممكن فريقي. ايه كمان؟ طريقي. ممكن كلمات تانية برضو. تمام. طيب تعالوا نشوف الكلمة اللي بعدها، نبيل. انا عايزة كلمات نفس عدد الحروف بنفس التشكيل، يلا بينا. نبيل، اصيل، بخيل، ممكن جميل اللي موجودة عندي في النشيد. تمام. طيب تعالوا نشوف بعد كده كلمة كريم. فكر معايا، كريم ممكن اقول ايه؟ رحيم، سليم، عليم، في كلمات كتير على فكرة ممكن انت تقدر تفكر وتجيبها برضو. تمام. هناخد سؤال، حدد معنى ما تحته خط في الجملتين. تعال نشوف، زي ما كنا بنشرح وقلنا ان في حاجة اسمها المعاني المتعددة. معاني متعددة يعني بيجيب لي جملتين فيهم نفس الكلمة بس كل كلمة ليها معنى مختلف عن التاني. تعال نشوف مع بعض اول حاجة، يقول لي كريم تلميذ مجتهد، كريم تلميذ مجتهد. الجملة اللي بعدها، هذا ولد كريم، هذا ولد كريم. طب انا عايزة اعرف هنا كلمة كريم معناها ايه في الجملة دي، وكريم معناها ايه في الجملة دي. طب تعال نشوف كده، اول جملة بيقولي كريم تلميذ مجتهد، معنى كده ان كريم ده هو صفة؟ لا، ده هنا اسم التلميذ ده اسمه كريم، يبقى كلمة كريم هنا ايه؟ هي اسم انسان. كلمة كريم هنا اسم انسان، يبقى التلميذ ده اسمه كريم. طب تعال نشوف الجملة التانية كده ونشوفها من خلال السياق بتاعي، بيقول لي هذا ولد كريم، معنى كده ان انا بوصف الولد ده وبقول وبشاور عليه، بقول ان الولد ده كريم. معنى كريم هنا معناها كثير العطاء، زي ما احنا قلنا من شوية، وقلنا ان كلمة كثير العطاء ممكن اقول كمان معطاء، ممكن اقول سخي. اهم حاجة اعرف ان كلمة كريم دي هي الصفة بتاعت الولد ده، ان هو كريم. تمام. طيب تعال نشوف برضو جملتين تاني، وشرحناهم برضو واحنا بنشرح النشيد. نبيل عامل ماهر، نبيل عامل ماهر. الجملة اللي بعدها، احب صديقي لانه نبيل، احب صديقي لانه نبيل. طب تعال نشوف الجملة الاولانية هنا، كلمة نبيل هنا هي دي صفة؟ انا بوصف العامل؟ لا، انا بقول هنا ان العامل ده اسمه نبيل، انا بقول ان نبيل ده هو اللي عامل ماهر، بمعنى كده ان العامل ده هو اسم انسان، كلمة نبيل هنا اسم انسان. طيب تعال نشوف الجملة اللي بعدها، احب صديقي لانه نبيل. نبيل هنا معناها صاحب خلق، زي ما احنا قلنا يعني كلمة نبيل دي هنا الصفة. تمام كده، انا بوصف صديقي هنا بقول ان هو نبيل، يعني هو صاحب خلق. تمام كده. طيب جملتين اللي بعد كده برضو بيقول لي جميل طبيب ماهر، جميل طبيب ماهر. هذا كتاب جميل، هذا كتاب جميل. انا عايز اعرف كلمة جميل برضو هنا معناها ايه وهنا معناها ايه. جميل طبيب ماهر، معنى كده ان الطبيب ده هو اسمه ماهر، اسمه جميل. كلمة جميل هنا هو اسم انسان، اسم انسان. طب هذا كتاب جميل، معنى كده ان انا بوصف الكتاب ده بقول ان الكتاب ده جميل، وكلمة جميل هنا معناها رائع، وكلمة جميل هنا برضو جاية صفة. تمام. تعال نشوف مع بعض، يبقى كده احنا عرفنا المعاني المتعددة، واخدنا القرائية، اخدنا الشبكة، واخدنا الخريطة، وبعدين حفظنا النشيد اكيد مع بعض. تمام. يا رب تكونوا استفدتوا من الشرح. اشوفكم ان شاء الله في درس جديد. السلام عليكم ورحمة الله.